يعني بصراحه اذا احنا نتحدث عن العمر فربما هو ما من حق يعني مو من حقه انه يتحدث عن تصفيات المناطق، لانه هو ما عاصرها. هل عاصر تصفيات المناطق عشان اليوم تتحدث عنها كمشجع نصراوي مع كامل الاحترام؟ انا احترم الجميع. بعدين هو ما ذكر يعني ما قلته بالنص، انا تحدثت بانه منتخب 94 كان منتخب دفاعي، وامتدحت الدفاع وامتدحت محمد الدعيع. سبحان الله صارت بالمقلوب، قال لك انت انتقدت محمد الدعيع وانتقدت الدفاع السعودي، اي وامتدح جيل 94، حتى اتفقنا وياه في امتداح جيل 94، ولكن في نص الروايه الاخرى لا، هو كان ما هو متفق معي فيها، لذلك انا اشوف انه ما كان على قولتي يقول انا مشجع نصراوي، هو كان نص راوي بصراحه، هو قال نص الروايه فقط، ما قال لي الروايه كامله، لذلك انا مع كامل الاحترام لهذا المشجع يجب ان يذكر الحقيقه كما هي، اذكر كلامي مثل ما ذكرته بموضوع مواليد كم ومواليد كم، تصفيات المناطق يجب انه على عمره يعني مع احترامي وتقديري له وتبجيلي على عمره حتى هو ما قد يعني ما عاصر تصفيات المناطق، فهل من حق من حقوقه، انا اساله اليوم، هل حق من حقوقه ان يتحدث عن تصفيات المناطق التي لو احتسبت فيجب ان لا ننسى، وهذا يعني من بدري يتحدث انه نادي العين في الباحه عنده 9 دوري مناطق الباحه، نادي ضمك عنده 12 دوري منطقه عسير، الهلال سيرتفع رصيده الى 30 دوري، كذلك يعني كل نقطة تبحث عن الأخرى، يعني برضو دوري المناطق، طيب من هدافين دوري المناطق؟ هذا السؤال مهم، أنت بس بتحسب البطولة من الهدافين، يعني ممكن احنا نقول ماجد عبد الله 6 مرات هداف الدوري، ممكن يطلع لك الآن هداف دوري جديد، حقق دوري المناطق، حقق الهداف فيه أكثر من مرة، لذلك أنا أحترم الجميع له كامل التقدير والاحترام، ولكن للمشاهدين والمشاركين معنا في نقطة نظام بالتأكيد ما فيها كلام، بالتأكيد ما فيها كلام، إي يذكر الحقيقة كما هي، أنا امتدحت الدعيع، ممكن هو يرجع للمقطع ويشوف المقطع بصورة واضحة ويشوف اني امتدحت الدعيه، اما محاوله انه بس فهمك بطريقه مختلفه ما خلاص اذا فهمنا بعض خلاص احنا الاثنين نحترم بعض ونقدر بعض ما في اشكاليه، لكن يجب ان يتذكر باني انا صديق الرقم ولا يغريني الوهم، انا اذكر الحقيقه كما هي، اذكر كلامي كما هي مع كامل الاحترام والتقدير لك. نعم.